أبرز ما جاء في الصحف لليوم. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب محمد شقير: تهويل عون بحكومة بديلة، خطوة في المجهول بلا مفاعيل سياسية. عون يتناغم مع وريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ويستخدم آخر أوراقه بالتحريض على ميقاتي بذريعة أنه يستعصي على تشكيل حكومة بديلة من حكومة تصريف الأعمال التي لا يعترف بها لأنها من وجهة نظره ليست مكتملة الأوصاف. لكن عون في المقابل يحتفظ بالخيارات التي يمكن أن يقدم عليها في حال شغور الموقع الرئاسي، برغم أنه يدرك كما يقول مصدر سياسي للشرق الأوسط بأن خصومه يعدون الأيام المتبقية من ولايته، وبدأوا يضيقون عليه الحصار، ولن يجد من يجاريه في خياراته إلا إذا تلقى الضوء الأخضر من حليفه حزب الله، الذي لا يحبذ التورط في مغامرة يمكن أن ترتد عليه، لأن المجتمع الدولي سيبادر إلى تحميله مسؤولية إقحام البلد في فراغ يستدرجه إلى الفوضى، واتهامه بتوفير الغطاء السياسي لرئيس لم يتبقى من ولايته سوى 50 يوما. يلفت المصدر السياسي لأن لجوء عون إلى تشكيل حكومة على غرار الحكومة العسكرية التي ترأسها بعد نهاية عهد الرئيس أمين الجميل سيواجه مقاومة شعبية وسياسية على خلفية مخالفته للدستور. عون بإصراره على تشكيل حكومة يكون قد أقدم على دعسة غير مدروسة، ولا يمكنه استحضار ما قاله الموفد الأمريكي ريتشارد مورفي بوضع لبنان أمام خيارين: مخيل الظاهر الرئيس أو الفوضى، على أن ينسحب قوله على الوضع الراهن الذي يتيح له حشر اللبنانيين، إما التسليم بشروطه وإلا البديل إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات. أما اليوم فإن عون كما يقول المصدر السياسي يقاتل وحيدا، ويدخل في صدام مع القوى الرئيسية في البلد باستثناء حزب الله. لا مصلحة لحزب الله في الدخول في صدام مع الشارع السني بالنيابة عن حليفه عون ووريثه باسيل، لأنه سيدفع باتجاه رفع منسوب التوتر المذهبي والطائفي، وبالتالي ينأى بنفسه عن صرف فائض القوة في معركة ستكون خاسرة سلفا، حتى لو أعاد الاعتبار لحليفه عون مع أن تعويمه دون صعوبات. أما إذا بادر عون إلى أحداث صدمة سياسية من نوع آخر بتشكيل حكومة عسكرية، فإن الجواب سيأتيه سلفا برفض قيادة الجيش إقحامها في نزاع داخلي في ظل انسداد الأفق أمام الفريق السياسي المحسوب على عون. وعليه فإن مجرد التهويل بتشكيل حكومة عسكرية لن يرى النور، لأن العماد جوزيف عون كما يقول المصدر السياسي يقف بالمرصاد لمن يحاول اللعب بالاستقرار والعبث بالأمن، ولم يبقى أمام عون وفريقه على رأس باسيل سوى التسليم بضرورة الانتقال السلمي للسلطة بعيدا عن الابتزاز ورمي القنابل الصوتية. الآن ننتقل إلى لبنان الكبير. ماذا جاء في المونشيت؟ هوكستين يلهي لبنان والمقاومة تجيش ضد اليونيفيل. كان الوسيط الأمريكي آموس هوكستين حط في بيروت الجمعة والتقى الرؤساء الثلاث، وكل الأجواء التي صدرت عن السلطات اللبنانية اتسمت بالإيجابية. لكن الحقيقة أن الترسيم تأجل وفق مصادر متابعة لموقع لبنان الكبير، أفادت بأن الترسيم مؤجل لسببين: سبب متعلق بإسرائيل نفسها، والسبب الآخر متعلق بلبنان. فأمريكا لا تريد أن يستغل أحد في إسرائيل ملف الترسيم كإنجاز، ولذلك هي تفضل تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. أما الشق المتعلق بلبنان فهو أن هناك قرارا لدى أمريكا وكل الدول التي تعنى بالشأن اللبناني بأن لا تحصل أي حلحلة للملفات قبل نهاية ولاية عهد الرئيس ميشيل عون. برز أمس موقف رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك من التجديد لليونيفيل، إذ اعتبر أن البند المتعلق بإعطاء اليونيفيل حرية التحرك يجعلها قوة احتلال. يزبك حلل فعليا دم القوات الدولية، وهذا أمر خطير جدا وستكون له تبعات خطيرة على لبنان في حال حصل أي تصادم بين القوات وأهالي الجنوب. وفيما وصف الأمر بأنه ضرب من الجنون، لفتت مصادر معارضة إلى أن حزب الله يسعى إلى حرف الأنظار عن ملف الترسيم والفوضى التي تشوبه. أمنيا، مذبحة طرابلس أول من أمس التي أوقعت 4 قتلى في محل بيع هواتف خلوية، وقيل أنها نتيجة عملية سطو مسلح، بدأ أمس توارد معلومات عن أن هناك خلفيات أخرى لها، ولكن في أي حال فإن الوضع الأمني في البلد في حالة كارثية،
وتوقعت مصادر أمنية أن تسوء الأمور أكثر في المرحلة المقبلة، حيث ستزداد عمليات السرقة والتشليح في ظل غياب أي أفق للحلول الاقتصادية في البلد. ولفتت المصادر إلى أن المشهد في طرابلس بالاسم هو صورة للمشهد المقبل، بغض النظر إن كانت الجريمة بسبب السرقة أو ذات خلفيات أخرى. إلى لبنان ديبيت، ماذا كتب محمد المدني؟ عون يسحب التكليف من ميقات سيناريو فوضوي وأزمة دستورية. مقلق ما يدور في الكواليس السياسية الضيقة من أحاديث وسيناريوهات تكاد لا تخطر على بال أحد، لكن الأكيد أن الأيام المقبلة لن تكون عادية، بل ستحمل الفوضى وربما ما هو أكثر من الفوضى ما لم يقم المسؤولون في لبنان باتباع الأصول في إدارة الحياة السياسية. هل يتخيل أحد من اللبنانيين أن فترة ما قبل انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون ستشهد وجود حكومتين، واحدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وأخرى برئاسة شخصية سنية معروفة؟ يدور خلف الأبواب المغلقة حديث سياسي يفيد أنه بعد شهر من تاريخ اليوم سيقوم الرئيس عون بسحب التكليف من الرئيس ميقاتي بذريعة تعمده تعطيل تشكيل الحكومة وعدم إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار، وسيقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخصية سنية لتشكيل الحكومة. خطوة الرئيس عون ستتزامن مع انسحاب عدد كبير من الوزراء الحاليين من حكومة ميقاتي، وسيحدث أزمة دستورية جدية بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، باعتبار أن الأخير هو المسؤول عن تكليف رئيس الحكومة وفق استشارات ملزمة يجريها رئيس الجمهورية. لذلك قد يدعو عون إلى استشارات يقاطعها عدد كبير من النواب، وقد ينجح في تكليف شخصية سنية لنصبح أمام أزمة لا يمكن حلها إلا باستقالة أحد الرئيسين عن التكليف. كل ذلك سببه أنه مرسوم تكليف الرئيس ميقاتي لم يصدر، حيث اكتفى رئيس الجمهورية بإصدار بيان التكليف دون إصدار المرسوم، وهذا الأمر قد يشكل ذريعة للرئيس عون باعتبار تكليف ميقاتي غير مثبت دستوريا، وقد يسمح لرئيس الجمهورية باعتبار التكليف وكأنه لم يكن، ويدعو إلى استشارات جديدة.